السلام عليكم، مرحبا بكم. نتمنى تكونوا على خير وبخير وصحة جيدة. بونجور، جيسبيغ كو فوزالي بيان. دابا هادي راه عندنا 3، حنا باقي ما تغدينا، كنا خارجين عندنا لي رونديفو، كان نهار شوية شارجي. الوغ بغيت نقدم معكم واحد السندويشات كنوجدهم في الدار، وبغاو الولاد ياكلوا برا، ولكن ما عندناش الحق ناكلوا في المطعم. خصك ضروري تجي حتى للدار، وما نجو حتى نوصلوا للدار حتى كيكون بردات الماكله. وقلت علاش لا ما نوجدوش انا راسي في الدار، هكا اموال ناكلو ماكله سخونه. وانا على هذا الساندويش كنزيد على هذا الكباب، او لا هما كيسموه الاتراك، كيسموه دورو على الشكل هذا. انا غنديرو غير في الباغيت، لحقاش لاباراي اللي كندير فيها البانيني عندي مهرسه، غادي نديرو غير في الباغيت. معليش الباغيت كيجي زوين. وغادي نحتاجو ليها العطريه، غادي نحتاجو سكينجبير وشويه الملحه وشويه الخرقوم وشويه السكينجبير، وغنحتاجو واحد البصله مشلضه، وعندنا الفلافل هنا حمراء خضراء مقطعه بحال هكا، زيت العود، قزبر ومعدنوس، وهاد الفلفله هادي حتى هي راه حلوه، كانت بقى لي هنايا حتى غنديرها باش ما تضيعش. ولا الكباب هو هذا، هذا كنلقاه في المجازة ديال الاتراك. وقبل ما نبداو كيفما دابيتيد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ونديزو لطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. غادي نضيفو زيت العود، نضيف هاد الفلافل اللي عندنا مشلضة، ملي غطيح لينا البصلة غادي نضيفو عليها هاد الفلافل هادو. وانا اختاريت هذا ديال البوف بكري، كاين ديال الدجاج، اختارينا هذا ولا حسب الذوق، كل واحد كل واحد وشنو تيعجبو، كل واحد كل نهار ورزقو. الوليدات بثلاثة ديما كان عندهم رونديفو ملي خرجنا مع عاد سعود حتى لدابا يلاه دخلنا. ومن الأحسن اللي ناكلو في الدار، كنغسلو يدينا بعدا مع هذا المرض هذا، يا ربي تهزو علينا هذا الوباء. الوغ كنفضل انا ناكل في الدار، هاد الساعه هادي كنفضل ناكل في الدار. وما الا كنا غناكلو تما غنغسل يدينا، الوغ ملي غتبقى واقف وهذا وكتاكل خصك ضروري نغسلو يدينا حسن. كنعلمو الوليدات حسن. غنضيفو هاد الفلافل هادو، كتجي بنينه في الحقيقه بهاد الفلفله. غيطيحو شويه وغادي نزيد عليهم هاد الكباب، هما كيسموه دوغوم اتراك. حقيقه انا كيعجبني ناكل هاد الكباب ولا دوغوم سير بلاص، اما لا جبنا حتى للدار ولا هذا كيبرد صافي ما كيبقاش. واخا نبغيو نسخنو ولا هذا ماشي بحال. وقلت علاش لا ما نشاركش معكم هاد الفكره هادي. دابا غادي نضيفو هاد الكباب ولا هاد كما كيسموه دورو، نخلو شي شويه مع هاد الخضره. ومن بعد ان شاء الله غادي نضيفو التوابل. من بعد كنضيفو هاد التوابل هادي، نورمالمون هو ديجا داير لي العطريه ديالو، انا كنبغي نزيد له شويه نص معلقه من الحاجه.
ما كيتعداش 10 دقائق كيكون واجد. تمام، غادي نسد عليه واحد 5 دقائق هكاك حتى تميلونج ديك العطريه مزيان تدخل في اللحم. ونسيت ما قلت لكمش كنزيد راس ديال الثوم اولا بودر. انا كنزيد البودر حيت نسيتها في الاول. نزيد شويه ديال الثوم بودر الله يثبتنا على الشهاده حبايا. ونسيتها، من بعد ما طاب ليا الحال غادي نضيف له شويه القزبر وغادي ندوز نقدم الساندويتش. وكندوز نقدم الساندويتشات ديالنا على الشكل هذا، سوات في الباغيت هكذا على الشكل هذا. اولا على الشكل هذا مع شويه ديال ليكريديتي فروماج مع لي صوص. ولا ديك اللي كيفضل ياكل هكا في الباكيت كل اللي كيفضل ياكل هكا. وكنديروا الخاطر لكل شيء، والمهم بعدا كناكلوا شي حاجه نقيه ماشي فحال الا كلينا على برا وما غاسلينش اليدين ديالنا. وكانت هذه هي الفكره ديالي اليوم. راه هو ده غدانا ولا الكوتي، هذا دابا راه 3:30 عندنا، راه ولا كوتي ماشي غدا. الحقيقه جانا الجوع ولكن الغالب الله ما قدرش ناكل برا بلا ما نغسل يدينا. واخا كنديروا داك البرودوي ماشي بحال بحال. وخوتي شكرا لكم على المشاهده، نتلاقاو مع فيديو جديد ان شاء الله، وبصحتنا وبصحتكم حتى نتوما وشهيه طيبه. واذا عجبتكم هذه الفكره ديال اليوم ولا هذا لي ساندويتش ديال اليوم ديروا لي لي لايك وشجعوني باش نزيد ان شاء الله القدام. خليت لكم الراحه في امان الله، الى اللقاء.